مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أحد أهم الكنائس الموجودة في منطقة مصر القديمة، ألا وهي كنيسة أبي سرجة وباخوس، المشهورة بكنيسة أبو سرجة أو كنيسة الكهف. الحقيقة الكنيسة دي تعتبر من أهم الكنائس الموجودة في منطقة مصر القديمة. الكنيسة ممكن نوصل لها من خلال مدخلين أو من خلال طريقين. أول طريق هو الطريق الصاعد من خلال مجموعة كده من السلالم في شمال الكنيسة الأرثوذكسية لسان جورج أو ماري جرجس، أو من خلال السلالم اللي بتؤدي لحديقة أو جنينة اللي هي بتبقى قدام المتحف القبطي، يعني يا إما من خلال البوابة أو السلالم اللي بتطلع على المتحف القبطي، أو من خلال السلالم اللي موجودة جنب كنيسة ماري جرجس في منطقة مصر القديمة. تعتبر كنيسة أبو سرجة وباخوس تعتبر من أهم وأقدم الكنائس الموجودة في منطقة مصر القديمة، وهي مقامة على شرف اتنين مهمين جدا من القديسين، واللي هو أبو سرجة وباخوس أو سان سيرجيوس وباخوس، وهما اتنين من الجنود اللي كانوا أصلهم سوري وأعلقوا استشهادهم سنة تقريبا 303 ميلادية. فتعالوا نقول يعني الكلام دوت كده بالإنجليش واحدة واحدة. This church is located in the north of the Coptic Museum. It can be reached through two ways. The first way through the ascending staircase. يعني ascending يعني الصاعد. The ascending staircase leading to the garden in front of the Coptic Museum of Old Cairo. And the second way is from the ascending staircase near the church of St. George. Also in the same place. The church is dedicated to the two Roman officers or two Roman soldiers, namely Sergius and Bacchus. They martyred, they were tortured to death, يعني تم تعذيبهم حتى الوفاة, in 303 AD. يعني ايه أهمية الكنيسة أو ايه تاريخ هذه الكنيسة؟ الكنيسة دي تعتبر من أقدم الكنائس، وممكن نقول عليها هي أقدم كنيسة موجودة في منطقة مصر القديمة، والتي ما يزال يقام عليها أو ما يزال يقام فيها الطقوس والصلوات المختلفة، فهي تعتبر فعلا أقدم كنيسة في المكان. وتم بنائها فوق الكهف، ويقال إن هذا الكهف مر من خلاله رحلة العائلة المقدسة، عشان كده في بعض الكتب بتوصف الكنيسة ديت إن هي بتسمى بكنيسة الكهف. أقدم أجزاء الكنيسة بترجع للقرن الخامس الميلادي، وبقية أجزاء الكنيسة تم بنائها في القرن السابع الميلادي تقريبا من خلال واحد اسمه أثناسيوس الكاتب. أثناسيوس الكاتب كان في ديوان أو ديوان الكاتب بتاع عبد العزيز بن مروان اللي كان حاكم مصر في هذه الفترة من 685 لتقريبا 705 ميلادية. أثناسيوس جاء من سوريا وكان معاه بعض رفات الاثنين القديسين هو باخوس وسيرجيوس، بعد ما لقوا يعني التعذيب وتوفوا يعني، وتم دفن رفات يعني الاثنين القديسين دول في الكنيسة ديت بالإضافة لكنيسة أخرى في منطقة سوريا. وزي ما قلنا ان هم كانوا موجودين في فترة تعذيب الأباطرة الرومان للمسيحيين وعتنقي الدين الجديد، وتم طبعا رفعهم لمصاف القديسين بعد وفاتهم زي ما بنقول كده، بعد ما نالوا إكليل الشهادة. تمام، فنيجي نقول الكلام ده ورد كده واحدة واحدة بالإنجليش. What are the importance or what are the history of this church? This church considered to be one of the most ancient churches or the most ancient churches in Old Cairo, and it's the first or the most ancient church which is in which the recitations, the Christian recitations are still found. It was sometimes called the Church of the Cave, كنيسة الكهف. ليه احنا سميتها كنيسة الكهف؟ Because it was built over the cave which is a part of the voyage of the Holy Family in Egypt. And the most ancient part of this church dates back to the 5th century AD. The rest of the church dates back to the 7th century AD. It was built by Athanasius al-Katib. He was the scribe during Abdul Aziz ibn Marwan, the governor of Egypt.
during that time, and Athanasius came from Syria with the relics of the two saints, Saints Bacchus and Sergius, and he deposited these relics, a part of them, in this church and in another church in Syria. And they were two Roman soldiers or officers who were tortured to death because they face off in Christianity. طبعا الأهمية بتاعة الشيرش ديت أول حاجة إن احنا بنقول إن هي من سنة من القرن السابع حتى القرن الاتناشر كانت تعتبر مقر للبابوي أو الكرسي البطرياركي، وجزء كتير من يعني جزء من البطريرك بتاع اسكندرية كان بيتم اختياره من هذه الكنيسة، من رجال هذه الكنيسة. فدي تعتبر أقدم أو يعتبر من ملمح من ملامح الأهمية الدينية لهذه الكنيسة، بالإضافة كده زي ما قلنا ان هي كانت مبنية على الكهف اللي ظهرت منه العائلة المقدسة. يبقى دي اول جانبين من جوانب اهمية هذه الكنيسة. From the 7th century AD to the 12th century AD, the patriarchs of Alexandria were selected from the churchmen of this church or the staff of this church. And also, as we said before, the church was built upon the cave where the Homily family hid during their flight to Egypt, and therefore the church was sometimes called the Church of the Cave or the Cave Church. زي ما قلنا قبل كده, it's one of the earliest churches in Old Cairo and it dates back to the 5th century. The oldest يعني parts of this church date back to the 5th century, but the rest of the building dates back to the 7th century. من أهمية برضو الكنيسة إن هي تعتبر تحمل مجموعة أكتر من رائعة من الأيقونات, وزي ما قلنا قبل كده الأيقونات هي رسومات كده مختلفة بتمثل السيدة العذراء والسيد المسيح عليه السلام بالإضافة للقديسين والملائكة, ويتم دمع وضعها على الأيقونوستاسس. وقلنا الأيقونوستاسس ديت هي السياج الجداري الفاصل ما بين الهيكل تمام وما بين بقية الكنيسة. وزي ما قلنا ان هذه الأيقونات كانت تعتبر من أجمل المجموعات الموجودة في مصر, بالإضافة لكده أن هذه الكنيسة بتحوي أقدم مذبح تم اكتشافه, والمذبح دوت هنشوفه كده مع بعض شكله عامل إزاي. So this church contains marvelous collection of icons. And they represent different shapes of different important characters of Christianity, especially Jesus the Christ, Holy Virgin Mary, the apostles اللي هم الحواريون أو الرسل بتوع السيد المسيح عليه السلام, and also the different saints, the archangels, and they were usually put on the iconostasis, which separates the nave of the church or the sanctuary of the church with the nave. And also in this church we discover the most ancient Coptic altar. هذه الكوبتيك ألتر اللي احنا بنتكلم عنه هو يعتبر مذبح مستطيل الشكل ومثبت أو يعني محمول على عدد من الأعمدة الخشبية, والأعمدة الخشبية ديت بتاخد الشكل أو التاج الكورنثي. خلاص هو يعتبر من أشكال التيجان المميزة جدا للأعمدة, بالإضافة شايفين هنا الأشكال حفروا طبعا على الخشب أكتر من رائع. وشكل الصدفة, وكلمنا قبل كده عن شكل الصدفة اللي هو بيمثل روح التعميد أو مياه التعميد تمام, وده يعني يعتبر من الأشكال الجميلة جدا للمذابح وأقدم شكل للمذبح اللي ظهر. So this altar considered to be the oldest discovered Coptic altar. It's a wooden altar and we can find it's supported by different capitals, columns having a Corinthian capital, and we have here the shapes of the birds, floral motifs اللي هي الأشكال النباتية, and also here the shell. And as we said before, the shell is representing the soul of baptism, روح التعميد أو روح مياه التعميد. ده شكل من أشكال الأيقونات اللي موجودة بتمثل أهية رحلة يعني بتمثل السيدة العذراء, وهي حاملة السيد المسيح أثناء يعني إيه هروبها لمصر. دي أحد الأيقونات الشهيرة جدا في الكنيسة ديت, والأيقونات اللي موجودة بترجع تقريبا للقرن السبعتاشر الميلادي تمام.
So this is one of the examples of the Coptic icons, and this Coptic icon representing Virgin Mary and Jesus the Christ during her voyage or during her journey to hide in Egypt. And the icons were found in this church dates back to the 17th century AD. ده تخطيط الكنيسة. خلاص احنا عرفنا اهميتها. اول حاجة زي ما قلنا ان هي كانت تم اختيار البطريرك منها جزء يعني عدد كبير خصوصا من فترة القرن الخامس للسبعتاشر. جزء كبير جدا من الايقونات الشهيرة جدا بترجع للقرن السبعتاشر الميلادي، تم اكتشاف مجموعة هائلة منها. يعني دي كلها من اهمية الكنيسة، بالاضافة ان طبعا الكنيسة تعتبر اقدم كنيسة موجودة في منطقة مصر القديمة وأقدم مذبح تم اكتشافه هذه الكنيسة. ده شكل الكنيسة زي ما قلنا اهو. وزي الكنيسة المعلقة، الكنيسة بتاعت أبو سرجة بتحتوي على طابقين. الطابق الأول هو يعتبر الطابق الرئيسي للكنيسة، والطابق الثاني كان بيستخدم من قبل البطريرك ومن قبل الكليرجي of the church أو اللي هما رجال الكنيسة بتوع الشيرش. الإكستيرير بيلدينج، عادة الكنائس بتتمتع بواجهة خارجية بسيطة للدلالة على البساطة، ودايما الزخارف بتبقى جوه، يعني ممكن الزخارف بقى والأيقونات الرسومات المختلفة بتبقى داخل الكنيسة نفسها. وممكن الوصول لهذه الكنيسة من خلال ثلاثة أبواب في الواجهة، أدي واحد أدي اثنين أدي إيه أدي ثلاثة. وهنلاقي إن الكنيسة دي ممكن يتم الوصول إليها من خلال مجموعة من السلالم اللي بتقع في الجانب الغربي. ماشي يا شباب، أهي أدي السلالم أهي. So like the design of the hanging church, this church of Abu Sirga contains two floors. The first floor, this is the first floor, and it contains the main body of the church, and it was consecrated for the reciting the rituals. As for the second floor, it was consecrated for the patriarchs and the clergy of the church. The exterior facade of the church is remarked with simplicity. يعني إيه simplicity؟ البساطة. As for the decoration, it was usually found in the internal parts of the church. The church could be entered through three doors in the facade, and one of them contains different steps, خلاص, which from which we can enter the church itself. تمام. ده كل دوت هو شكل الكنيسة. تعالوا نشوف شكل الكنيسة كده من بره اهو. طبعا شكلها واضح جدا، قصة السمبليسيتي. The external building of the church is remarked here with simplicity. Only wooden windows couldn't be found. هي. بعد كده بدخل على الكنيسة من جوه. تعالوا كده نركز تاني في المدخل. طبعا الشكل الكنيسة نفسها بتاخد الشكل البازيليكي اللي بيكون من صحن الكنيسة. ادي السنترال ايل، الصحن الاوسط او الجزء الاوسط او الرواق الاوسط، وتو ايلز، واحد يمين واحد شمال، بالإضافة لحاجة اسمها الريتيرن آيل أو الرواق، اللي هو إيه، أو ساعات بنقول عليه الريتيرن آيل وساعات بنقول عليه النارافكس، خلاص، اللي هي الجزء الريسبشن أريا اللي هي دي. تمام. وطبعا الجزء بتاع السانكتوري، والسانكتوري هنا زي ما احنا شايفين في إيه 3 أبسسس، تلات إيه تلات حنايا أو تلات إيه هياكل، خلاص. ودايما زي ما قلنا ان الجزء الشرقي هو اللي بيبقى فيه الحناية. So this church takes the shape of the Basilican style. It consists of how many aisles? Three aisles. This is the central aisle flanked by two lateral aisles. And we have here the narthex. And some cases it was called the return aisle. خلاص الرواق اللي هو بيتم الرجوع منه. And also the sanctuary. The sanctuary is divided into how many niches? Three niches or three abscesses, which were usually found in the eastern side. علشان كده دايما بنقول ان الحنية بيتقال عليها في بعض الكتب الشرقية. تمام. ادي اهوت احنا في النارثكس. احنا خلاص دخلنا من الثلاث مداخل بتوع الكنيسة، وهنا احنا واقفين في النارثكس او الريتيرن ايل. ادي الجزء، طبعا شايفين جزء الحفر على الخشب. الحقيقة الكنيسة دي بتتمتع بمجموعة من الحفر على الخشب اكثر من رائع، بمجموعة طبعا من الايقونات المختلفة. دي الجزء اللي بيتم يعني ايقاد الشموع فيه.
وده طبعا الجزء الأولاني من الكنيسة. يعني إن العهد القديم دايما كان بيتقال فيه إن المسيح عليه السلام غسل أقدام الأبسلس بتوعه بعد اللاست سابر، بعد العشاء الأخير، يعني غسل أقدام الأبسلس أو تلاميذه، دلالة على الهيوميليتي، يعني دلالة على التواضع بتاع السيد المسيح. وعلشان كده قصة البراكتس ديت كانت دايما موجودة في الكنائس الشرقية، وتعتبر طقس من طقوس الكنائس الشرقية، ودوت دايما كان بيقام أو بيتم يعني إقامته في منطقة النارثكس. خلاص، ادي الجزء الثاني من النارثكس، برضو في كده حامل من الخشب، وفي طبعا شايفين الحفر على الخشب عامل ازاي، وداخله في ايقونة للسيدة العذراء عليه السلام. خلاص، يبقى احنا هنا واقفين هنا، تمام. والنارثكس زي ما قلنا it was used for the rituals of washing the feet as one of the rituals in Christianity mentioned in the New King in the New Testament. Here we have two small stands here, خلاص، being different icons for Jesus the Christ and Virgin Mary. وبعد كده هنبدأ ندخل بقى على النيف بتاع الشيرش، احنا واقفين هنا، تمام، زي يعني واحدة من السياح هنا. ادي الحامل بتاع الخشب اللي احنا شفناه اللي بيتم ايقاد الشموع فيه، واحد تاني، واحنا واقفين خلاص هندخل هنا عند صحن الكنيسة، تمام. ده الجزء اللي احنا واقفين فيه. طبعا احنا لاقيين هنا اتنين من الاعمدة. اي عمود في الدنيا بيقسم الى ثلاث اقزاء، التاج، البدن، القاعدة، وهنا التيجان برضو بتاخد الشكل الكورنسي. وبعد كده بندخل للسنترال ايل. So we can enter from the narthex to the central aisle through a passage which is flanked by two columns having what are the shape of the capitals of the two columns, Cornithian capitals. كده احنا خلاص دخلنا في صحن الكنيسة. ادي السنترال ايل وده النورثن ايل وده الايه، ده النورثن ايل وده الثاوزن ايل. كده احنا دخلنا خلاص صحن الكنيسة، وزي ما قلنا هي بتاخد الطراز البازيليكي. اهم حاجة ان الاعمدة هنا بتحوي مجموعة من الرسومات، شايفينها رسومات لمختلف الشخصيات، او اهمهم الرسل بتوع المسيح وبعض القديسين، وبعض الانوان ما زالت موجودة على هذه الاعمدة. العدد الكلي للاعمدة اللي موجودة هم 12، بيمثلوا ال 12 يعني رسل بتوع السيد المسيح. 10 in each row in the nave and the two in the narthex. تعالوا كده نشوف الخريطة تاني، تمام. ادي 5 هنا و5 هنا و2 هنا، فالتوتال 12 للتمثيل ال 12 12 apostles of the Christ. So the central aisle is flanked by two rows. Every row contain 1 2 3 4 5 columns. خلاص، and in these columns we can find traces of colors representing different important Christian figures. Okay, the representing the saints and the apostles of the Christ. أهم. The total number 12 represents or symbolizes the 12 apostles of the Christ. ودي من الناحية التانية أهو، لشكل أوضح برضو للأعمدة. ادي السنترال ايل، وزي ما شايفين دايما السقف بتاع السنترال ايل بيبقى اعلى من التو ايلز التانيين، وبياخد شكل كده شكل السفينه اللي هي سفينه نوح اللي احنا دايما بنقول عليها، اللي هي بتمثل المؤمنين الناجين وفقا للعهد الجديد للمسيحيه. So the central aisle, the ceiling of the central aisle is higher than the two lateral aisles, and it takes the shape of the park of Dover according to the New Testament of the Christianity. تمام. ادي اهوة الاعمدة، بها كان في different the Cornithian capitals are visible and also the figures of the apostles. Here traces of colors are clearly visible, and also we have here the wooden frieze representing the Coptic and also Arabic inscriptions.
برضو من الحاجات المختلفة جدا أو اللي يعني شكلها مختلف، اللي هي الودن بانلز اللي كانت بتبقى تعتبر كدعامة ما بين الأعمدة. خلاص دي تعتبر كده دعامة خشبية بتصل ما بين الأعمدة الاتنين مع بعض، والدعامات الخشبية ديت مرسوم عليها أو محفور عليها أشكال مختلفة من الكروسز، بالإضافة لبعض الكتابات، بعضها كتابات قبطية يونانية أو بعضها كتابات عربية زي ما شفنا. So we have here wooden panels supporting and linking the columns between each other. These wooden panels bear inscriptions and also different motifs of shapes of the crosses and floral and geometrical shapes. خلاص يبقى احنا اهوت three gateways. The facade is remarked with simplicity. Here is the narthex or the return aisle with two wooden panels with icons. And here we can find two Corinthian columns. Here we enter the central aisle flanked by two rows of five columns. So what are the total number of the columns here? 12, to represent the 12 apostles of Jesus Christ. And the columns have Corinthian capitals and traces of colors representing figures of the apostles and the saints. تمام، ده الايكونوستاسس حامل اللي هو الايقونات المختلفة، وزي ما شايفين اهوت كمية التطعيم بالعاج وتطعيم بالابانوس، ده يعتبر يعني قمة في الجمال، وبيرجع تقريبا القرن ال13، والجزء الاعلى منه بيمثل الرسل اللي هم ال 12 apostles و Virgin Mary في السنترال بارت. So this is the iconostasis. It's an excellent masterpiece of wood work inlaid with ebony and it dates back to the 13th century AD. Here we can find icons representing the 12 apostles and Virgin Mary in the central part. من ضمن الحاجات المميزة جدا 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 في الكنيسة بتاعت أبو سرج أو كنيسة الكهف، مجموعة من ال wooden panels اللي بترجع من القرن ال11 لل12، وال wooden panels ديت بتدين الهيكل خلاص، وبتمثل من أجمل أمثلة الحفر على الخشب. الحقيقة هي بتمثل أشكال مختلفة، أحد مثلا منهم بيمثل بانل كده، هنلاقي على الجهة اليمين بيمثل سينت ثيودور وسينت جورج اللي هو قديس ماري جرجس خلاص، وهم دايما السينس على فكرة، وده تصوير يعني يعتبر مستوحى من الشكل او الفن المصري. السينت في كتير من الاحيان بياخد شكل الوارير او السوليجر خلاص، وهو بيقهر الاعداء تمام، ودوت راجع لتفاصيل كتير جدا او اراء كتير جدا. في ناس بتقولك علشان السينس في كتير منهم كانوا سولجرز، كانوا جنود، وتفسير تاني ان هو مستوحى من الفن المصري القديم، يعني مثلا حربقراط لو انتوا عارفين او حورس ظهر في كتير من البانلز بشكل وارير، وهو جالس على الخيل وبيضرب بالحرب بتاعته بعض الحيوانات تحت رجله، فيعتبر ده شكل مصري او مستوحى من الفن المصري القديم. So one of the very important things in this church is the wooden panels which adore or elaborate the nave or the haikel. This one is representing on the right side warrior Saint Theodore and George, and في واحد تاني على the left side ده من الهيكل هنلاقي شكل الناتيفيتي، ودوت شكل مميز جدا الناتيفيتي and the last supper الاثنين مع بعض. ادي النتيفيتي وادي اللاست سابر، الاثنين يعني التو بانلز جنب بعض بالظبط. ادي السيد المسيح اهو وال12 ابيسلز وشكل الايه الكروس، ده موجود على الجانب الايمن من الهيكل. So on the right side of the haikel or the sanctuary we have two wooden panels. One of them is representing the nativity، شكل البشاره او منظر البشاره تمام. And the other important wooden panel represents the last supper. And they are two important scenes in Christianity. يبقى كده احنا خلصنا الجزء بتاع الكنيسة زي ما انتوا كده شايفين، وهيتبقى لنا بقى جزئية الكيف. قبل بس ما نخش على الكيف تاني، تعالوا بس نرجع للتخطيط بتاع الكنيسة عشان ما نتوهش من بعض. ادي الكنيسة اهي، احنا كده خلصنا الجزء ده، وهنتكلم بس بشكل بسيط جدا عن السانكتشري. هنقول ان السانكتشري هنا مقسم لثلاث حنايا او 3 ابسيسز،
واللاترال الحنيتين الجانبيتين بيحملوا عدد كبير جدا من الأيقونات، أحدهم مثلا بيمثل فيرجن ماري، أحدهم بيمثل بعض مع السيد المسيح وماري ماجدالين، يعني في بقى كتير جدا من الأيقونات المختلفة. الثاوزن وان ده ما بقاش يستخدم قوي، إنما النورثن وان دوت هو اللي فيه دوم، يعني في كده قبة فوقيه أو مغطى بقبة، يعتبر قبة ضحلة شوية إلى حد ما. So the sanctuary here is divided into three apses. The southern one is no longer used. As for the northern one, it's covered with a dome. تمام. And in this shape we can find different icons representing Virgin Mary on the donkey and representing Jesus the Christ, Mary Magdalene, يعني different Christian figures. ادي الكيف اهو، دخلنا من الكيف للكهف الذي يقال ان العائلة المقدسة مرت من خلاله، وهو الحقيقة تم يعني تغيير الشكل او الديزاين بتاعه علشان يبقى فيه ثلاثة اروقة. والحقيقة الكيف دوت قعد فترة طويلة مغمور بالمياه اللي هي المياه الجوفية، وحصل طبعا عدد جدا من التجديدات والمحاولات لسحب المياه الجوفية، وفعلا المحاولات نجحت. والمكان دوت فيه بعض الأيقونات اللي بتمثل السيد المسيح في التجلي اللي هو الكرايست انثروند، وحواليه الأربع الكائنات المتجسدة، بالإضافة للأرك إنجل جابرييل أند مايكل، والأيقونة اللي احنا بنتكلم عليها ديت بترجع لسنة 1200 ميلادية. يبقى so this is the cave, and this cave could be found from or could be reached through from a staircase outside the facade of the church. It's modified now to have three aisles. This is one aisle, this is one aisle, and this is the other aisle. And here we can find different capitals of columns, Corinthian capitals, and or between them there we can find arches. حنايا كده. And this cave contains a very important icon for the Christ enthroned, and it dates back to 1200 AD. ادي الكيف نفسها، وده شكل الكيف طبعا بعد التطوير. This place was once sunk with underwater, and a great program of restoration was undertaken in this place. ده شكلها قبل الترميم، شكل الكيف قبل الترميم، شايفين كان الشكل والمية كانت حتى واكلة جزء كبير من الأرضية. ده كان يعني كلامنا على كنيسة الكهف، أو الكنيسة تعتبر كنيسة أبو سرجة، أحد أهم وأقدس وأجمل الكنائس الموجودة في مصر القديمة، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا لكم.